وخبرنا الآخر بفقرة كشكول هو عن 24 مليون دولار لتجديد ثلاجة طيارة السيد رئيس. ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعت عقدا بقيمة 24 مليون دولار أمريكي مع شركة لتجديد أنظمة تبريد ثلاجات الأغذية الخاصة به على متن الطائرة الرئاسية. ويدور الحديث عن استبدال نظام تبريد لثلاجتين من أصل 5 على متن طائرته المجهزة بإمكانات للتبريد لحفظ 3000 وجبة وفقا للمواصفات العسكرية للجيش الأمريكي. ويكفي هذا العدد من الوجبات لإطعام الرئيس و50 من معاونيه المقربين وثلاث وجبات يوميا لمدة 3 أسابيع، وذلك في حال تجنب ترامب الوجبات السريعة المفضلة لديه. يعني ثلاجتين من أصل 5 ثلاجات لطائرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تجديدها، ويتم تجديدها حاليا بتعاقد مع شركة معينة بقيمة 24 مليون دولار. يا ترى شنو هذه الثلاجة وشنو محتواها؟ يعني هذا الفضول اللي لازم لي عمل فلوس زايدة، فلوس زايدة لا أكثر ولا أقل. محتوى الأكل اللي موجود في هذه الثلاجة شنو؟ الله أعلم. إذا هي ثلاجة تقدر بتجديدها مو شرائها ب 24 مليون دولار. والأهم من هذا معروف عنهم أكلهم يعني خفيف، مو تقول مثل العراقيين بالضبط حتى يكلف كل التفاصيل. فلوس زادة لا الله أعلم. أكيد الخبر الآخر من كشكول مشاهدينا الأحبة هو عن دبي. دبي احنا حاليا نشاهدها تتسارع في دخول العالمية، في دخول المنشآت العالمية، في إصدار ما هو جديد، إصدار ما هو مختلف. لذلك ارتأوا في المدينة العالمية وفي القرية العالمية في دبي لإنشاء أكبر شاي كوب شاي في العالم. يصل طول هذا الكوب إلى أكثر من 3 أمتار وعمق القطري بمتر و75 سنتيم. هذا الكوب تم إنشاء في هذه القرية العالمية مما دخل إلى موسوعة غينيس الأرقام القياسية، فبالتالي أصبحت دبي تدخل إلى أرقام جديدة قياسية في موسوعة غينيس. وأيضا خبرنا الآخر بفقرة كشكول هو لتشجيع الضفادع على التكاثر، غلق طريق في فرنسا لمدة 2 شهر. طبعا الخبر يقول سيغلق طريق في غرب فرنسا أمام حركة السير لمدة 2 شهر بغية تشجيع الضفادع على التكاثر، وسيمنع سير المركبات في هذه المنطقة التي تعد موقعا محميا حساسا بموجب مرسوم بلدي. وقد لوحظت العام الماضي حالات نفوق متعددة عند هذه البرمائيات خلال موسم الهجرة بسبب حركة السير في هذه المدينة الساحلية، فقد اعتادت الضفادع التي تعد من الأنواع المهددة المدرجة على القائمة الحمراء. أعتقد مشاهدينا حاليا لما سمعوا هذا الخبر بأنه غلق طريق في فرنسا لمدة 2 شهر على مود ضفادع، أعتقد راح يذكرون طريق محمد القاسم. أعتقد هذا الشيء والمعاناة لمدة 1 شهر ومعاناة ولحدث مخلفات هذا الشارع بسبب عدم مرور السيارات الكبيرة في شوارع محمد القاسم والطريق السريع محمد القاسم، بالتالي أثر سلبا على الازدحام. قبل أن نطلع ساعة 10 نوصل 10:30 إلى الدوام، لكن حاليا نطلع ساعة 9 نوصل 10:30 بسبب غلق هذا الطريق. أما في فرنسا بسبب كثرة الشوارع العامة والشوارع الواسعة فراح يغلقون طريق لمدة 2 شهر كامل على مود يكاثرون ضفادع في هذه المحمية الطبيعية اللي متواجدة فيها هذا الشارع. ماكو أحلى من الإنسانية، فكروا حتى بالحيوانات.